مشاركة المرأة في القوى العاملة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تساعد على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 57% أو حوالي تريليونين دولار أمريكي. استطلاع جديد للشرق الأوسط كشف أن تمثيل النساء في أماكن العمل لا يزال محدوداً، إذ تمت مقارنته بالارتفاع المستمر للحصيلة التعليمية عند النساء الأصغر سناً. وفي حين أن الشابات لديهن تطلعات كبيرة للترقي في حياتهن المهنية، لكن على أرض الواقع تجاربهن لا ترقى إلى مستوى التوقعات، وتمثيلهن في مستويات الإدارة العليا مثلاً لا يزال منخفضاً. النتائج توصي بتدابير رئيسية للاستثمار في مهارات النساء وإطلاق قدراتهن. بعد انه الكبار بالعمر اللي بيطلبوا وظائف وهيك مش شركات، بحكي غير شيء، بعدهم على فكره انه الرجال هو المسؤول عن البيت او شيء. هذول الاخبار يعني انا محل ما بشتغل وكل اللي حوالي ما في هيك شيء، ما في فرق بين مرة والرجال. اكيد بيحظى بفرص افضل لانه بشكل عام المرأة بيكون في عندها تمر مراحل بحياتها، ممكن تاخذ اجازه امومه، تروح ابكر عشان اطفالها مرضوا تعبوا بالمدارس، فبحس الشركات بشكل عام بتفكر بهذا الموضوع. بتفرق في يعني في ميجرز رجال فيهم اكثر وفي في ميجرز النسوان فيهم اكثر، بس انا قصدي هلا ليتلي لا انه صار في اوبورتونيتيز للنسوان اكثر. لا طبعا انا اعتقد ان الوظائف والفرص متساويه جدا، هو حسب يعني بغض النظر عن انثى او ذكر، يعني رجل او بنت، هي حسب انت قدراتك ومهاراتك مؤهلاتك.